أحداث غيرت ملامح النظام العالمي شهدناها في عام 2023، وكان نصيب كبير منها للقارة الإفريقية. دعونا نسترجع الأحداث البارزة التي شهدتها القارة خلال العام. تبدو إفريقيا وكأنها تمر بصحوة شعبية، لكنها للأسف متخبطة، نتج عنها تراجع في الأمن والاستقرار في بعض الدول. في الكونغو تفاقم الصراع المستمر منذ عقود مع رواندا في المقاطعات الشرقية الغنية بالثروات الطبيعية، وواصل متمردو حركة M23 السيطرة على أجزاء من مقاطعة شمال كيفو. وانزلق السودان إلى صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وبعد انقلابات حدثت في مالي وغينيا وبوركينا فاسو الأعوام الماضية، تصاعد هذا العام الخطاب المناهض لفرنسا وسياستها في أفريقيا، وتمثل ذلك في انقلاب عسكري في النيجر ثم في الجابون لاحقاً، ما جعل فرنسا تعيد حساباتها في المنطقة وتسحب قواتها من دول أفريقية، كما انسحبت من مالي عام 2022. لم تفقد أفريقيا الأمل في الديمقراطية، وجرت انتخابات في عدة دول منها نيجيريا التي فاز في انتخاباتها مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو. أما زيمبابوي ومدغشقر ومصر وسيراليون فأعادت انتخاب رؤسائها الحاليين. فيما يخص قضية الهجرة الأفريقية غير القانونية إلى أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي مع تونس إلى اتفاق للحد من تلك الهجرة، والذي كان موضع انتقاد حاد. على المستوى الاقتصادي وفي ظل عدم الاستقرار، تباطأ النمو الاقتصادي وتزايدت الضغوطات الاقتصادية في الكثير من الدول الأفريقية، ما تسبب باضطرابات ومظاهرات حاشدة كما حدث في نيجيريا وكينيا. وكان من أبرز الأحداث الاقتصادية انضمام مصر وأثيوبيا إلى مجموعة بريكس، والذي يعتبر نقطة تحول واعدة لاقتصاداتهما. وبعيداً عن التحديات السياسية والاقتصادية، حدثت كوارث طبيعية مدمرة في القارة، حيث ضرب المغرب زلزال ضخم، وشهدت كل من ليبيا والصومال وأثيوبيا فيضانات مدمرة خلفت العديد من القتلى والنازحين. وأثيرت أسئلة حول إدارة الكوارث المناخية والكوارث الطبيعية في القارة الأفريقية.